أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر منذ وقت مبكر على وضع الأطر القانونية المنظمة للأنشطة الاقتصادية ذات الصلة بالبحار والمحيطات لتضمن استدامة الموارد البحرية والحفاظ عليها ولتحول دون تعرض البحار للتلوث بشتى أنواعه. جاء ذلك خلال كلمته أمام أعمال قمة محيط واحد المنعقدة بمدينة بريست الفرنسية. تمثل البحار والمحيطات نحو 70% من مساحة كوكبنا، وتربط بين شعوبنا وثقافاتنا، وتساهم في حركة التجارة والملاحة الدولية، فضلاً عن كونها مصدراً مهماً للغذاء والموارد الطبيعية، ومحفزاً للنشاط الاقتصادي ولإزدهار مجتمعات ودول بأسرها. ونحن نعي ذلك في مصر جيداً، فلقد ساهم موقعنا على البحرين الأحمر والمتوسط في نشأة حضارتنا الممتدة وبناء تطورنا منذ فجر التاريخ، فضلاً عن امتلاك مصر لقناة السويس التي ساهمت ولا تزال في دفع حركة التجارة الدولية بوصفها أحد أهم الممرات الملاحية في العالم. ولقد حرصت مصر منذ وقت مبكر على وضع الأطر القانونية المنظمة للأنشطة الاقتصادية ذات الصلة بالبحار والمحيطات لتضمن استدامة الموارد البحرية والحفاظ عليها ولتحول دون تعرض البحار للتلوث بشتى أنواعه، بما في ذلك التلوث بالنفايات البلاستيكية الذي يمثل تحدياً حقيقياً خاصة أمام الدول النامية التي تسعى للحصول على الدعم التكنولوجي اللازمين لتنفيذ استراتيجيات الحد من استخدام البلاستيك المضر بالبيئة.